بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد طلعت طبعا في مكالمة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت إن لا داعي لتأجيل الدراسة واستخدام الكمامات يجلب الأمراض. فطبعا مش عايزين نشوف هو الموضوع، انا هديكم كل بيانات عن المكان اللي اكتشفت فيه الحالة، والحالة منين اصلا واكتشفت مع مين. فطبعا هي قالت مش يعني مش عايزين نشوف الطلبة لابسين كمامات وكده ومش عارف ايه، وهي لابسة هي، لان الكمامات اصلا دي بتجلب الامراض. يعني هي بتقول كده ان الكمامات بتجلب الامراض. المهم ان هي طلعت في المكالمة وقالت ان مش مستاهلة، الموضوع سهل يعني، والمريض ده كان عايش في مصر وبشكل مباشر كان عايش مع 6 اشخاص، وكان بيتعامل مع 8 كمان. يعني هو كان عايش مع 6 في المكان بتاعه، هو اصلا صيني تمام، وتقريبا في مرسى مطروح. يعني تقريبا الشخص كان في مرسى مطروح وهو صيني، يبقى الاجمالي 14 شخص. ال14 شخص دول اخدتهم وزارة الصحة وعملت لهم عزل تماما. المريض ده عنده 33 سنة، ولما نزل مصر من الصين عمل تحليل وطلع التحليل سلبي، وعاش في مصر وبقى عنده محل إقامة، ولكن بعد فترة عملوا ليه التحليل ده تاني وطلع ايجابي بقى، وعملوا التحليل تاني عشان يتأكدوا وطلع ايجابي برضه، وساعتها خدوه وحولوه للمستشفى هو وال14 شخص اللي قلنا عليهم، والمفروض ان هما يفضلوا هناك لمدة 14 يوم تقريبا، ده غير انهم اخلوا المبنى اللي كان عايش فيه بالكامل وطهروه وعاقموا المبنى، ولحد دلوقتي شغالين على كده، بس مش عارفين في حد اتصاب تاني ولا لا. المعلومة دي مؤكدة 100% من المكالمة بتاعة البرنامج تمام. حاولوا بقى ايه تطمنوا الناس شوية، يعني حاولوا تعملوا شير وتطمنوا الناس ان الموضوع مش مفهوش هلع ولا حاجة للدرجة دي، يعني على اساس ان ده اصلا كان مش مصري. يعني الحمد لله رب العالمين ان هو مش مصري، يعني الحاجة مش بس ممكن ينشر في مصر. الحمد لله ربنا كرمنا واكتشفنا واكتشفوا الموضوع اول بأول، فندعي ربنا ان ربنا ايه ما ينشر، ما يعني ربنا يوقف الموضوع وما يتنشرش. كرروا الدعاء ده آخر حاجة بقى، دعاء الوباء طبعا يتقال 3 مرات لدفع الوباء بإذن الله. بسم الله تحصنت، يعني بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملك والملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم قنا شر هذا الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. حبينا نطمن الناس بس، وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.